أسعدتم مساء. على ذمة أحد الكتاب، دفع الخليج 54 مليار دولار لإسقاط صدام حسين، فأصبح العراق حليفا لإيران. وبعد كم سنة دفع الخليج مليارات الدولارات لإسقاط حزب الله اللبناني، فأصبحت ثلاثة أرباع لبنان حليفة لإيران. ودفع الخليج المليارات لإسقاط أردوغان، فأصبحت تركيا حليفة لإيران. ودفع الخليج المليارات مرة أخرى لمحاربة قطر، فاضطرت قطر للتقارب مع إيران. ودفع الخليج المليارات لإسقاط أنصار الله في اليمن، فأصبحت ثلاثة أرباع اليمن حليفة لإيران. ودفع الخليج المليارات لأمريكا لإسقاط اتفاقية الملف النووي فأصبحت الدول الأوروبية حليفة لإيران. العرب يشكلون 5% من سكان العالم، ويشترون 50% من سلاح العالم، والنتيجة 60% من لاجئي العالم هم من العرب. هذا ما صرح به أحد وزراء الاتحاد الأوروبي مؤخرا، ومما يثير السخرية أنهم يتقاتلون فيما بينهم بأشد أنواع الأسلحة، ويقاتلون إسرائيل بالدعاء. الجنرال الأمريكي اللي ساهم بغزو ألمانيا باتون يقول: خوض الحروب يحتاج إلى أسلحة، نعم، لكن الفوز فيها يحتاج إلى عقول.